السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، موعدنا اليوم مع مراجعة على المفعولات. أولا المفعول به، مفعول به، نتذكر أن الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل، الفاعل من قام بعمل الفعل، فما هو المفعول به؟ المفعول به ما يقع عليه فعل الفاعل ويأتي في الجملة الفعلية وهو دائما منصوب، فما علامة نصب المفعول به؟ الفتحة للمفرد وجمع التكسير، الكسرة لجمع المؤنث السالم، الياء للمثنى وجمع المذكر السالم. هيا بنا نعرف بعض الأمثلة التوضيحية. أكل الولد التفاحة. ماذا أكل الولد؟ أكل تفاحة، وقع عليها فعل الفاعل. التفاحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قرأ الطالب الكتابين. الكتابين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. كافأ المعلم المجتهدين. المجتهدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. كرمت المدرسة المتفوقات. المتفوقات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. قرأنا الكتب المفيدة. ماذا قرأنا؟ الكتب. الكتب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. هيا بنا نأخذ المفعول لأجل. المفعول لأجل اسم نكرة منصوب يأتي لبيان سبب حدوث الفعل، وغالبا يتبع المفعول لأجله جار ومجرور. إعراب المفعول لأجل إعراب ثابت، مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أمثلة: يذهب التلميذ إلى المدرسة رغبة في العلم. لكي نسهل لنا معرفة المفعول لأجله نسأل لماذا حدث الفعل. لماذا يذهب التلميذ إلى المدرسة رغبة في العلم؟ رغبة مفعول لأجله. أعبد الله طاعة له. لماذا نعبد الله أو لماذا أعبد الله؟ طاعة. طاعة مفعول لأجله. يجتهد التلميذ أملا في النجاح. لماذا نجتهد يا أولادي؟ أملا في النجاح. أملا مفعول لأجله. أحترم والدي اعترافا بفضله. اعترافا مفعول لأجله. يدافع الجنود عن الوطن حفاظا على سلامة أراضيه. حفاظا مفعول لأجله. يقف التلميذ للمعلم احتراما له. احتراما مفعولا لأجله. أحرص على شراء الصحف حبا في معرفة الأخبار. حبا مفعولا لأجله. كما رأينا في الأمثلة: رغبة، طاعة، أملا، اعترافا، حفاظا، احتراما، حبا. كل منها اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل. الإعراب مفعولا لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إعراب ثابت. وكما قلنا سابقا لمعرفة المفعول لأجله نسأل سؤال: لماذا حدث الفعل؟ هناك مفعول آخر وهو المفعول المطلق. فما هو المفعول المطلق؟
اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل. المفعول المطلق نوعان، مؤكد للفعل ومبين للنوع. المبين للنوع يأتي بعده صفة أو مضاف إليه يخصصه ويوضح معناه. الأمثلة: نستخدم الكمبيوتر استخداما صحيحا، نستخدم استخداما، استخداما مفعول مطلق، انتقم الفدائيون انتقاما، انتقم انتقاما، انتقاما مفعول مطلق، يدافع الجنود عن الوطن دفاعا شديدا، يدافع دفاعا، دفاعا مفعول مطلق. نلاحظ انتقاما مفعول مطلق مؤكد للفعل، استخداما دفاعا مفعول مطلق مبين لنوع الفعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلقاكم في مراجعة أخرى.